اهلا وسهلا بيكم في قناة نور ودودي. انا النهاردة جبت سلكابيل براون 3، جبتها من تري اللي موجودة في فتح الله، ده توكيل تري كان عامل عليها عرض حلو قوي. هي كان سعرها 1150، انا جايباها ب 650، وكمان جاي معاها هدية اللي هي آلة التهذيب، وآلة التهذيب دي سعرها اصلا حوالي 450، فالعرض كان حلو وتوكيل تري برضو توكيل كويس وبنثق فيه يعني. انا حبيت اشاركها معاكم النهاردة ونشوف المواصفات بتاعتها، ايه الميزات اللي فيها وايه العيوب اللي فيها. ده الشاحن بتاعها، هي بتشتغل بالكهرباء مش بتتشحن، يعني انت بتوصليها بالكهرباء، لان في الات سلكابيل بتشحنيها وتستخدميها، دي طول ما هي في الكهرباء شغاله بتفصليها بتفصل على طول. وحلو فيه كمان عن اللي كانت عندي اللي قبلها، ان هو السلك بتاعها طويل، ان عندي السلك بتاعها كان اقصر من ده، فده كويس برضو لو الفيشه بعيده عنك تقدري تستخدميها. دي الاله بتاعتنا، وده شكلها، ودي المستويات بتاعتها. هنا في كمان دي بتاعة المساج عشان بتقلل احساسك بالألم أثناء إزالة الشعر، دي برضو حلوة جدا. حابة تستخدميها تمام، مش حابة برضو براحتك، بس أنا أفضل أنت تستخدميها لأنها فعلا بتدلك البشرة وانت شغالة، فبتبقى نتيجتها حلوة ومتحسيش قوي بألم وانت بتشيلي الشعر. وزي ما احنا عارفين لازم ننظفها دايما، ومعاها الفرشة بتاعتها عشان التنظيف بتاعها، لان في ساعات الشعر بيبقى موجود فيها جوه وده بيأثر عليها جدا، فلازم من وقت للتاني ان انت بتفكيها وتنظفيها على طول، ده كويس عشان الشعر ما يدخلش ويلف على المكنة من جوه. في بقى دي الآلة التانية، قبل ما اكلمكم عن دي احب اقول ان دي بتستخدميها في ازالة الشعر في جسمك كله، طبعا الايدين الرجلين الحاجات دي كويسة جدا. وفي معاها زيادة عن اللي كانت قبلها، ان هي فيها ده كشاف للاضاءة بيبين الشعر الصغير اللي انتي مش شايفاه، فبتقدري تشوفيه بشكل اوضح. رغم ان النوع ده مش عالي قوي، يعني في حاجات نزلت مستويات اعلى واغلى كمان فيها، سلكابيل نزلت حاجات كتيرة قوي. لما جربنا ده بصراحة المناقيد بتاعته بتنظف بشكل غير طبيعي، بتنظف حلو جدا. شكرا جدا ليكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله كل حاجة هجيبها وتكون مفيدة ليكم هشارككم فيها، وشكرا جدا ليكم.